السلام عليكم اعزائي متابعين القناة. شوف مع بعض الفيديو ده ازاي نقشر رمانة بطريقة سهلة وبسرعة جدا عن الطرق التقليدية. مبدئيا عشان نقشر رمانة بطريقة سهلة جدا لازم نقطع اول حاجة العنق كده. هنعمل كده، هنشيل العنق بالشكل ده كده، تمام. ادي العنق اتشال معانا. بعد كده هاجي عند كل جنب بتاع الرمانة نفسها كده كأن بقشر برتقال، واخد خط كده بسيط خالص اهو زي ما شايفين كده. خط عند كل طرف كده، عند كل زاوية اهو. طبعا تقشير الرمان بيكون من اكتر المشاكل اللي بتسبب مشاكل عندنا في البيت، وخاصة لو في اطفال بتلاقي كل البيضات اللي عندك اتبجعت بالرمان. فهنشوف الطريقة دي سهلة جدا بحيث ان احنا نحافظ على بيضات البيت، نحافظ ان الاطفال ما يبهدلوش. زي ما شايفين كده، ادي عملت كده كل الزوايا، مجرد ان افتحها كده زي ما احنا شايفين كده اهو، هتلاقيها اتفصصت معاك بسهولة زي ما شايفين كده. ادي الرمانة اتقشرت معايا بسهولة خالص. مجرد لو انا حبيت افضي الفصوص بطريقة سهلة جدا، مجرد ان انا هخبط عليها في حتة خشبة كده زي ما شايفين كده اهو، تلاقي كل اللي فيها اتكرر زي ما شايفين كده اهو. بأي خشب عندنا في البيت هتلاقيه كله اتعمل بسهولة جدا زي ما شايفين. ودي كانت اسهل طريقة لتقشير الرمان. نهاية الفيديو بشكركم لمتابعة الفيديو للنهاية. لو عجبكم الفيديو اضغط على زر لايك. لو حضرتك شايفين الفيديو فيه تحدي تاني يا ريت تعملوا مشاركة، وهكون سعيد جدا لو اشتركت في القناة عنده ودخلت هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا تفيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا متابعين قناة مطبخ 5 نجوم، عشان توصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنعملها المفيدة بالنسبة لكم، يا ريت نضغط على زر الاشتراك الموجود تحت أي فيديو من الفيديوهات على القناة. اشتراك، مرة ما تضغط على زر الاشتراك هيظهر لحضراتكم علامة صح انكم مشتركين في القناة، وهيظهر جنبها علامة الجرس. عشان تظهر لحضرتك اشعار بكل فيديو جديد نازل لازم تضغط على تفعل علامة الجرس، تضغط عليه كليك كده وتحط علامة صح قدام ارسال اشعار، ارسال جميع الاشعارات بشأن هذه القناة، وتدوس على حفظ. مجرد اي فيديو هينزل هيجي لحضرتك اشعار كده في الفوق خالص هنا عند الجرس عند قناتك بان في فيديو جديد من مطبخ 5 نجوم. بشكر حضراتكم لمتابعتنا للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.